الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كان الكلام في حديث المنزلة وقلنا بأن هذا الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إنما تثبت لأمير المؤمنين سلام الله عليه جميع ما لهارون الذي كان لهارون هو الخلافة خلافة موسى عند عدم وجوده ما كان لهارون العصمة ما كان لهارون أنه أعلم قومه بعد موسى ما كان لهارون أن مثل يوشع ابن نون وصي موسى بعد وفاة موسى كان عليه أن يتبع هارون في زمن وجود هارون كل هذه كانت ثابتة لهارون ولا شك في ذلك كلها ثابتة لأمير المؤمنين إلا النبوة أشكل البعض من علماء المخالفين بأن هذه هذه الرواية لا تثبت جميع مقامات هارون لأمير المؤمنين وإنما تثبت أن أمير المؤمنين كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب الرسول إلى غزوة تبوك فحسب قال أخلفه في قومه عندما ذهب الرسول إلى الغزوة فقط في المدينة عند مجموعة من النساء والصبيان والمرضى فقط هالمقدار هذا كلام مو تام لا بلاغيا ولا لغويا لاحظوا عندما يقول الإمام سلام الله عليه أنت مني بمنزلة هارون منزله اسمه جنس مضاف من ألفاظ العموم الجنس المضاف الجنس المضاف يدل على العموم بالواضع هذا مما ثابت في الكتب اللغوية مما ثابت في الكتب البلاغية مما ثابت في الكتب النحوية أن المضاف أن الجنس المضاف يدل على العموم بمنزلة هارون يعني كل كمالات ومنازل هارون موجودة فيك هذا الأمر الأول الذي يظهر أنه جميع مقامات هارون كانت لأمير المؤمنين سلام الله عليه الأمر الثاني الذي يثبت ذلك الاستثناء من أدوات العموم الاستثناء كما يذكرونه في كتب البلاغة والنحو الاستثناء من أدوات العموم فعندما يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي يعني هذه المنزلة أستثنيها وأثبت جميع المنازل المستثنى إنما هو منزلة واحدة وهي النبوة لأنه لا نبي بعدي أما باقي المنازل فكلها موجودة وهذه الرواية كما ذكرنا مما تواتر عند الفريقين ذكرها فلا شك فيها يمكن اكثر من 88 من كبار المخالفين ذكروا هذه الروايه، اكثرهم صححوا اسناد هذه الروايه. اذا القضيه بين انه كانت لاثبات خلافه امير المؤمنين سلام الله عليه كالايات الاخرى كالروايات الاخرى التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه واله في ذلك. طبعا فالبحث يذكروا في حديث الرافعه رفع عن امتي تسعه ومنها ما لا يعلمون منها الطيره منها التفكر في الوسوسه في الخلق يذكرون منها الخطا منها النسيان في حديث الرفع في الاصول عموما هناك محل البحث يقولون هل المرفوع مطلق الاثار ام الاثر الظاهر لكل فقره فقره ام المرفوع المؤاخذه هناك الشيخ الاعظم الانصاري رضوان الله عليه يقول بان ظاهر اللغه ان المرفوع مطلق الاثار رفع عن امتي يعني جميع الاثار مرفوعه اذا واحد جاهل فعل امرا فجميع الاثار مرفوعه عنه اذا واحد غافل عن قضية كل تلك الآثار مرفوعة هناك الشيخ يذكر ذلك لماذا؟ لأن رفع مطلق رفع ماذا؟ لماذا لم يذكر المتعلق؟ عدم ذكر المتعلق يفيد العموم رفع عن أمتي ما هو المرفوع؟ لم يذكر فما دام لم يذكر اذا هناك اطلاق فما دام اذا الاطلاق يعني كل ما وضعه بيد الشرع فقد رفعه الشرع. نعم بعض الامور وضعها ليست بيد الشرع وانما عقلي. فهناك بحث مفصل انه هل حديث الرفع يرفع الاثار العقليه ايضا ام لا هذا بحث في محله. عموما الفقهاء لا يقبلون ذلك ولكن الاثار التي جعلها الشرع منها المؤاخذة منها الكفارة رفعت إذا واحد غافل أكل في شهر رمضان رفعة لا يعلم وأكل رفع عنه الكفارة رفعت القضاء رفع لأنه بأمر شرعي القضاء فهنا كذلك أنت مني بمنزلة هارون من موسى ليش ما ذكر المنزلة بأية منزلة هل منزله القرابه موجوده لان هارون اخ موسى اشدد به ازري واشركه في امري هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري اخي فالاخوه موجوده لامير المؤمنين فاذا منزله القرابه موجوده منزله الخلافه موجوده منزلة الشراكة في الأمر وأشركه في أمري يعني في أمر النبوة في أمر أنه خليفة رسول الله لأن الرسول صلى الله عليه وآله خليفة الله فعلي بن أبي طالب يكون خليفة لله عز وجل واللطيف أنه أمير المؤمنين خليفة الله في عرض رسول الله ولكن الرسول صلى الله عليه وآله هو الإمام الناطق وأمير المؤمنين في زمن رسول الله هو الإمام الصامت كما ان الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء هو الامام الصامت في زمن اخيه الامام الحسن المجتبى وهكذا الائمه في زمن ابائهم ائمه يجب الاقتداء بهم صامتون ولكنهم وبعد استشهاد والده الامام يتقلد المقاليد الحكم يعني الحكم الالهي طبعا المقصود به اذا حديث المنزله حديث المنصف هذا الحديث يكفيه لأن يعتمد في عقيدته على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام ولأن يرضخ لخلافة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لاحظوا الكتاب لأنه بينا بعض النقاط في البحث السابق فانطبق الكتاب الرواية الشريفة فقال له رسول الله صلى الله عليه واله، قال لامير المؤمنين: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي؟ ولاحظوا حقيقه من الغرائب ان البعض لا يصل الى فضيله من فضائل امير المؤمنين الا وينكرها. او يشكك في سندها، او يشكك في دلالتها، او ليش؟ لشبهة كثيرا ما لشبهة في نطفته كما في كثير من رواياتنا. ففي ابن تيمية هنا هذه الرواية يقول بأنها رواية صحيحة ما يقدر يفر من صحة السند. ولكن عندما يأتي إلى الدلالة تقول هذه ليست فضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستغنيا عن مثل عليا لأنه اللي يروح للحرب يأخذ خيارة القوم من مستشارين من آه أقوياء شجعان في ساحة الحرب يحاربون من بقي في المدينة مجموعة من النساء والأطفال والعجائز والمرضى فهؤلاء بقوا فالرسول صلى الله عليه وآله مستغني عن خدمات أمير المؤمنين فأبقاه هناك وهذه ليست فضيلة علي بن أبي طالب كيف لا تكون فضيلة لأمير المؤمنين والرسول يقول له أنت الخليفة خليفتي هنا الآن لا يقول له أنت الخليفة، وإنما يعطي له ما لمو... لهارون بالنسبة لموسى. كيف يكون الحقد تجاه المولى؟ احنا يمكن سابقا في بحث ذكرنا أنه المخالفون إما أسقطوا فضائل أهل البيت لحسدهم تجاه أهل البيت، وبغضهم، وإما حرفوها، وإما أعطوها لغيرهم. الصديق هو أمير المؤمنين. هذا اللقب سحبه الى غيره الفاروق هو امير المؤمنين سلام الله عليه سحبه اللقب الى غيره وكذلك القاب اخرى فضائل اخرى نسبوها الى غير علي عليه افضل الصلاه والسلام السلام وتارة صنعوا فضائل مكذوبه يعني ظاهرها فضيله وباطنها رذيله اللي اشرنا الى بعض تلك اللي واحد لازم لا اذا فضيله يشوفها راسا يتصورها فضيله بعض الاحيان فيها ما بين السطور هناك قضايا تذكر بين السطور يمكن الواحد يشوف الظاهر فضيله ولكن الباطن اشاره الى امر اخر كما قالوا بان امير المؤمنين صلى خلف الاول مع انه لم يثبت عندنا ابدا ان اماما من ائمتنا عليهم افضل الصلاه والسلام صلى خلف امام جائر ابدا لم يثبت من طرقنا بروايه معتبره ذلك ابدا، واللي موجود في كتب المخالفين وان وجدت في كتبنا فهي منقوله عنهم. فاذا لو يجي يصنع لفد روايه ويقول قال الاول يا خالد لا تفعل ما امرتك. ظاهرها اي علي بن ابي طالب ياخذ بتلابيب خالد ويريد ان يقتله وكذا وكذا يفعل خالد في نفسه هذا الظاهر تام بس هل علي بن أبي طالب كان يصلي خلف الأول نعم يمكن أصل القضية صحيحة أن أمير المؤمنين أخذ بتلابي بخالد ولكن هل كانت القضية في صلاة خلف الأول هذا مو ثابت فلذلك يجب الملاحظة في ذلك أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فانصرف علي إلى موضعه رجع الإمام أمير المؤمنين إلى المدينة خب كان عشرة من المنافقين أرادوا قتل أمير المؤمنين و24 مع رسول الله أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في العقبة فهؤلاء ماذا صنعوا كما بينا أمس حفروا حفيرة فانصرف إلى يعني علي إلى موضعه يعني بده يرجع إلى المدينة فدبروا عليه أن يقتلوه عرفوا أمير المؤمنين بده يرجع رأسا أسرعوا في الرجوع ليحفروا الحفيرة وتقدموا في أن يحفروا له في طريقه حفيرة طويلة قدر خمسين ذراعا خمسين ذراع طول الحفيرة حتى إذا الأمير على الفرس والفرس لا يركض فإذا في هذه الحفيرة يقع هذا الفرس طبعا ما هو الظاهر ثم غطوها بخص رقاق يعني حصيرة رقيقة خلوا على هذه الفتحة الحفيرة ونثروا فوقها يسيرا من التراب لتبين الخص الحصيرة وإنما كأنما أرض أرض صلبة الفرس تسير على هذه الأرض بقدر ما غطوا به وجوه الخص يعني ظاهر الخص بالتراب تغطى أصبح أرض كأنما أرض صلبة وكان ذلك على طريق علي عليه السلام الذي لا بد له من سلوكه هو هذا الطريق الوحيد كان ليقع هو ودابته في الحفيره التي قد عمقوها، الحفيره كانت عميقه، لماذا عمقوها؟ حتى بعد ان يسقط علي بن ابي طالب يمكن يصاب بجروح ويطلع، حتى بعدين يجون الحجاره الموجود حول الحفيره يلقونها على امير المؤمنين، كانت منطقه حجريه تلك المنطقه. وكان ما حوالي المحفور ارض ذات حجاره ودبروا على انه اذا وقع مع دابته في ذلك المكان كبسوه بالاحجار حتى يقتلوه. فلما بلغ علي المكان وصل الى هذا المكان قبل ان يعبر الحفيره لوى فرسه عنقه الفرس ارجع عنقه واطاله الله بس الفرس لو يريد يرجع عنقه يرجعه الى مقدار ولكن هذا الرجوع كان 180 درجه فأطال الله عنق الفرس فلوى عنقه حتى اصبح وجها لوجه امام وجه امير المؤمنين سلام الله عليه فكلم امير المؤمنين الفرس هذا واطاله الله يعني اطال عنقه الله عز وجل فبلغت جحفلته الجحفله في الدواب كشفها من الانسان فبلغت جحفلته اذنيه يعني 180 درجه كان السداره وقال يا امير المؤمنين هذا الفرس قد حفر لك ها هنا ودبر عليك قد حفر لك ها هنا ودبر عليك الحتف يريدون يقتلوك يا علي بن ابي طالب وانت اعلم طبعا انت تدري إذا الفرس يعلم بذلك فعلي <applause> سلام الله عليه أعلم لا تمر فيه انتظر هنا إن أنا أوقف فقال له علي عليه السلام جزاك الله من ناصح خيرا كما تدبر تدبيري يعني كما تهتم لأمري يعني أنت اهتممت لأمري وهكذا نصحتني فجزاك الله خيرا هل الدعاء للحيوان وارد؟ واحد يدعو لدابته، واحد يدعو ل لبقرة، لفرس، لأسد، لغزال. طبعاً هو هذا يدل على جواز ذلك، لأن الحيوانات أيضاً يصيبها المكروه قد تفقد ابنها الصغير فيحز عليها، تتأثر. الجمادات تتاثر فكيف بالحيوانات؟ لا تتاثر؟ فان كانت الحيوانات تتاثر يصيبها البلاء يصيبها المكروه قد تصاب بافه بمرض وضال كذا قد تموت مو ان العين تدخل الابل القدر والرجل القبر العين وهذا الابل كان المفروض ان يبقى عشر سنوات بعد بس كان ابن ابل قوي كذا فواحد اجى ضرب عين فهذا الابل يؤخذ الى القدر يعني صاحبه يمل منه يقول خلينا نذبحه خلاص انتهى امده فلذلك امير المؤمنين هنا يدعو لهذا الفرس يقول جزاك الله من ناصح خيرا كما تدبر تدبيري يعني اي تهتم لامري وان الله عز وجل لا يخليك من صنعه الجميل، اذا شنو الصنع الجميل بالنسبه للفرس؟ صنع الجميل ان لا يصاب بمكروه في ما يفهمونه هم الحيوانات يعني وسار حتى شارف المكان وصل الى هذا المكان فوقف الفرس خوفا من المرور على المكان وقف فقال علي عليه السلام راح يوقع سر باذن الله سالما سويا عجيبا شانك بديعا امرك. سر سالما سويا لا تقع عجيبا شانك يعني هذا قضيه خارقه هذا مدهش يدعو الى التعجب ان يسير الفرس بهذا الوزن الثقيل وعليه الفارس من على حفره عليها حصيره مُلأت ظاهرها بالتراب. هذا شيء غريب مو طبيعي كرامة من الله عز وجل علي بن أبي طالب وفي الآية المباركة قالت أه ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة أن هذا لشيء عجيب يعني شيء غريب إذا امرأة عجوزة والرجل كبير في العمر شيخ حدود المائة سنة عمره كيف أو أكثر أو أكثر كيف يمكن أن تلد شيء غريب يعني مو طبيعي عجيبا شانك بديعا امرك قضية مبتدعه غير طبيعيه فتبادرت الدابه فان الله عز وجل قد متن الارض وصلبها كانها لم تكن محفوره وجعلها كسائر الارض ارض صلبه فلما جاوزها علي عليه السلام لوى الفرس عنقه مره اخرى ووضع جحفلته على اذنه قلنا الجحفله من الدابة كشف من الإنسان و... ثم قال الفرس ما أكرمك على رب العالمين أجازك الله على هذا المكان الخاوي فقال أمير المؤمنين عليه السلام جزاك الله بهذه السلامة عن نصيحتك التي نصحتني بها الباء باء النتيجة جزاك الله عن نصيحتك التي نصحتني بها بهذه السلامة يعني هذه السلامة الحمد لله أنه مررنا من هذه الأرض ونحن سالمون هذه السلامة نتيجة تلك النصيحة التي نصحتني بها جزاك الله بهذه النفس سلامة عن نصيحتك التي نصحتني بها ثم قلب وجه الدابة إلى ما يلي كفلها إلى ما أخرتها أمير المؤمنين قلب وجه الدابة والقوم معه الذين ساروا مجموعه كانوا مع امير المؤمنين بعضهم امامه وبعضهم خلفه وقال الفرس الضمير هنا يعود للفرس اكتشفوا عن هذا المكان فكشفوا فاذا هو خاو لا يسير عليه احد الا وقع في الحفره فاظهر القوم الفزع والتعجب مما راوا منه فقال علي عليه السلام للقوم اتدرون من عمل هذا قالوا لا ندري قال عليه السلام لكن فرسي هذا يدري يا ايها الفرس كيف هذا ومن دبر هذا فقال الفرس يا امير المؤمنين اذا كان الله عز وجل يبرم ما يروم الجهال يبرم يعني يؤيد ينفذ ما يريد يبرم ما يروم يعني ما يقصد الجهال جهال القوم نقضه معنى يعني تكذيبه اللي يريدون يكذبوا الله يريد يأيده فيبقى واللي الله يريد يكذبه وكل الناس يريدون يأيده ما يبقى يظهر كذبة وهذا ال... وينقض هذا المبرم القطعي يبرم ما يروم جهال القوم نقضه أو كان ينقض ما يروم جهال الخلق إبرامه تأيده تقويته فالله هو الغالب والخلق هم المغلوبون فعل هذا يا امير المؤمنين فلان وفلان الا ان ذكر العشره من المنافقين طبعا المنافقون تقدموا على امير المؤمنين وحفروا الحفره لم يكونوا مع امير المؤمنين بمواطات من 24 هم مع رسول الله صلى الله عليه واله في طريقه هناك في العقبه ارادوا تنفير ناقه رسول الله صلى الله عليه واله ثم دبروا رأيهم على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله على العقبة والله عز وجل من وراء حياطة رسوله حياطة يعني حافظ رعاية الله من وراء رعاية رسوله حياطة رسول الله وولي الله لا يغلبه الكافرون أشار بعض أصحاب أمير المؤمنين إلى أنه اكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية ان هناك مجموعه يريدون قتلك في العقبه ما دام الله عز وجل انطق هذا الفرس الفرض اللي يتكلم بلغه عربيه فصحى وطبعا راح يكون صادق قضيه غير طبيعيه فامير المؤمنين قال ان رسول الله الى رسوله اسرع من رسولي الى الرسول صلى الله عليه واله، يعني الله عز وجل هو الذي يحفظ رسوله كما ان الله حفظني. فأشار بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بأن يكاتب رسول الله بذلك ويبعث رسولا مسرعا فقال أمير المؤمنين عليه السلام أن رسول الله إلى محمد رسوله أسرع وكتابه إليه أسبق فلا يهمنكم هذا إليه إن للبيت ربا يحميه الرسول صلى الله عليه وآله هو في حفظ الله وفي رعاية الله وكفى بالأجل حارسا فلا إذا الله يريد يحفظ رسوله هو الحافظ فلما قرب رسول الله من العقبة التي بإزائها فضائح المنافقين والكافرين بإزاء هذه العقبة فضائح المنافقين لماذا؟ لأنه هنا لم يوفقوا وأرعدت السماء في تلك الليلة المظلمة فشوهد هؤلاء المنافقون بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله شاهدوا هؤلاء المنافقون وعرفوهم بالاسماء ومضت روايه بينا انه احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله دخل في جوف صخره انفصلت الصخره الى قسمين فدخل في جوف الصخره وراى ما الذي يفعله المنافقون قبل ان يصل رسول الله فمجموعه راوا المنافقين وهؤلاء المجموعه اكو في بعض الروايات ان الثاني كان يعطي من بيت المال لبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله مال اكثر من الباقين مع انه في زمن الاول والثاني الاموال من بيت المال كانت بالتساوي تقسم مو مثل الثالث اللي اراد ما اراد ببيت المال وقسم المال بين اقربائه وأصهاره وأصدقائه لا 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 في زمن الأول والثاني كأنما طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هي المستحكمة لم يتمكن أن يغير الأول والثاني كثير من القوانين فظلوا على تلك الحالة الثالث لا غير وقتل لأنه بعد كان تغيير تغيير كبير جدا لا يمكن السكوت عليه هم كانوا يغيرون تدريجا بين فترة وفترة يغيرون حكم لخبثهم وذكائهم أو دهائهم فكان يعطي مال أكثر لبعضهم لما؟ لأن هؤلاء اللي كانوا من أصحاب رسول الله قد رأوا الأول والثاني في العقبة مع المنافقين فهذا كأنما حق السكوت لهم بس طبعا هم ما كانوا يقدرون يصرحون لو يصرحون يقتلون أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يعلم بذلك وقد كتب في تفسيره على القرآن وأراد نشره أخذ التفسير من علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنهم عندما رأوا أن أسماء المنافقين كل المنافقين في العقبة وفي غير العقبة مكتوبة هذه الأسماء في التفسير فقالوا لا حاجة لنا إلى قرآنك أمير المؤمنين طبعا القرآن هو جمع في زمن أمير في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين بعد استشهاد رسول الله لم يجمع القران بمعنى جمع الايات والصفحات والسور بهذا المعنى على ما حققه السيد الوالد في كتابه كتيب متى جمع القران وانما اتى بالتاويل وبشان النزول وبالتفسير فهنا بما انه كانت فضيحه للكافرين والمنافقين القضيه هكذا يقول الإمام العسكري سلام الله عليه يقول فلما قرب رسول الله من العكبة التي بإزائها فضائح المنافقين والكافرين مو الحرمة الحرمة عندما قصدوا قتل رسول الله مو الفضيحة بمعنى الحرمة يعني حتى وإن لم يفعلوا شيئا ولكن قصدوا قتل رسول الله هذا أعظم المحرمات وهذا ما يوجب الكفر قصد قتل رسول الله فهنا الفضيحة هي يعني الفضيحة التي عرف البعض بأن هؤلاء أرادوا قتل رسول الله نزل دون العقبة رسول الله نزل في منطقة ثم جمعهم فقال لهم هذا جبرائيل الروح الأمين يخبرني أن عليا عليه السلام دبر عليه كذا وكذا إن حفروا له حفيرة والقضية فدفع الله عز وجل عنه من ألطافه وأعجاء بمعجزاته بكذا وكذا التفصيل ثم إنه أن الله عز وجل صلب الأرض تحت خافر دابته وأرجل أصحابه ثم انقلب عن ذلك الموضع علي عليه السلام وكشف عنه فرؤية الحفيرة ثم أن الله عز وجل لامها يعني شدها جمعها ضمها يعني رجعت الأرض الحفيرة انطمت انترسعت لامها لا كما كانت لكرامته عليه، لكرامه امير المؤمنين سلام الله عليه، على الله. وانه قيل له كاتب بهذا، يعني اصحاب علي قالوا كاتب بهذه القضيه الى رسول الله، الرسول هو دا ينقل الاصحاب هذه القضيه، وارسل الى رسول الله، فقال علي رسول الله الى رسول الله اسرع. رسول الله. يعني وحي الله. جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أسرع من رسالتي إلى رسول الله وكتابه إليه أسبق ثم لم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بما قال علي عليه السلام على باب المدينة إن مع رسول الله منافقين سيكيدونه ويدفع الله عنه هل المقطع بعد ما ذكر أنه معي مع مجموعة من المنافقين ما الذي فعله المنافقون طبعا المنافقون يشوفون القوي وين الآن مع من يكونون أسلم لهم وأفضل لهم فأتوا إلى رسول الله يبشرونه بسلامة علي بن أبي طالب مع أنهم هم اللي الذين رسموا الخريطة عشرة مع أمير المؤمنين يكونون و24 مع رسول الله إن شاء الله تكميل الرواية في البحث القادم هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين